بعث يسأل ويقول: أنا خاطب بابنة عمي والتي رضعت مع أخيها والتي رضعت مع أخيها الأكبر، ولكن أمها تؤكد أنني لم أرضع كثيرا، أي بمعنى آخر لم أتجاوز الخمس رضعات، وهي مستعدة أن تقسم على المصحف على حد قولها على صدق هذا الكلام، ولكنني أشك في صحة كلامها، مع العلم أنني قد سألت في هذا الموضوع فاختلفت الإجابات بين مجيز ومحرم. فما رأي الدين؟ وفقكم الله في كل خير. الحد الفاصل في هذا هو أن ترضع خمس رضعات في الحولين، فإذا ثبت أنك رضعت خمس رضعات في الحولين من هذه المرأة أنه لا يجوز لك أن تتزوج بإحدى بناتها أو بنات زوجها ولو من غير المرضعة صاحب اللبن. أما إذا لم يثبت أنك رضعت خمس رضعات فالأصل في الحل وعدم التحريم، لأنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات في الحولين على الراجح، وإذا تجنبتها من باب الاحتياط وترك المشتبه فهو أحسن لك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تركتها من باب الاحتياط ترك المشتبه هذا أحسن، للنساء كثير ولله الحمد. لكن التحريم لا تحرم عليك إلا بما ذكرنا من ثبوت خمس رضعات في الحولين من أمها أو من زوجة أبيها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن.